ميتيو أحوال الطقس على الحياة الفهم. أحوال الطقس لليوم لحد 26 فيفري 2023، وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي باش يتميز بفترات ملبدة بالغيوم، باش تكون مصحوبة بأمطار على الشمال والوسط. بالنسبة للرياح باش تكون قوية نسبيا من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل، من الجنوب معتدلة من 20 إلى 35 كيلومتر في الساعة في أماكن أخرى. تنخفض درجة الحرارة قليلا ما بين 12 و19 درجة في الشمال والمرتفعات، وبين 18 و23 درجة في أماكن أخرى. بالنسبة لولاية القيروان تقريبا درجة الحرارة مش توصل الذروة متاعها إلى حدود 22 درجة، بين 8 و22 درجة بالنسبة لليوم. بالنسبة للتوقيت الحالي تقريبا في حدود 13 درجة، ومش تمشي تقعد في الارتفاع متاعها. ما ديما نقول لكم الحقيقة سيسو ريحكم الناس الكل، الطقس مازال مش ريكح 100% سورتو وقت اللي نشوفوا احنا سخانة برشا، وصلت حتى 28 درجة بالنسبة لولاية القيروان، يعني طقس أكثر من ربيعي الحقيقة، ماشي على صيفي شوية. والبارح شفنا اللي الدنيا غطى شوية، دونك ديما سيسو روحكم الناس الكل، خاطر لا قدر الله المرض اللي تنجموا تتعرضوا لها وإلا الفيروس اللي تنجموا تتعرضوا له وقت اللي تتعرضوا الكوغوندير وتكونوا لابسين حاجة خشينة، دونك تسخنوا، ونعرفوا العرق هو اللي يكون المسبب الرئيسي باش لا قدر الله تقربوا. دونك سيسو روحكم وسيسو صغيراتكم، سيرتو ما تكثروش برشا اللبسة الصغيرة أو كأنسامبل فيس تتنجموا تعاونوها بهم. تنجموا تلقوا أكثر تفاصيل على التحيينات على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.in. سينو تحيينات ولاية القيروان ومختلف المعتمديات متاحة، تنجموا تدخلوا على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فام وتلقوا التحيينات أول بأول. إذا كان فما كميات من الأمطار نقولوا إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. كان هذا طقس لحد 26 فيفري 2023. Meteo.